أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل جمال عبد العزيز العلوي جاهزية الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور مطلع سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن إجمالي عدد العمالة في المرحلتين الأولى والثانية يبلغ أكثر من 256 ألف عامل. وأشاد العلوي بمستوى تجاوب أصحاب العمل وسرعة انضمامهم إلى النظام الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في مايو الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلحاقا بقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مراحل تطبيق النظام للعمال في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نظام حماية الأجور يعتبر أحد المشاريع التي تسهم في تحقيق مبادئ الحكومة في الحفاظ على سوق العمل من خلال التحقق والمتابعة الدائمة لالتزام أصحاب العمل بسداد الأجور وفق مستوياتها ومعدلاتها الصحيحة المعتمدة. وأثنى العلوي على تجاوب ومشاركة القطاع المصرفي في توفير المعلومات ضمن قاعدة بيانات نظام حماية الأجور التابعة للهيئة، داعيا أصحاب العمل والعمال إلى الإطلاع على قائمة البنوك والمؤسسات المالية المزودة لخدمات نظام حماية الأجور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والتواصل المباشر مع البنوك والمؤسسات المالية لتنظيم عملية فتح الحسابات وسداد الأجور للعمال من خلالها.